اسمعني يا عامر وانا خالك، ابغاك تمرني بالشركة بكره ان شاء الله، لانه عندي وظيفه وانا محتاجك فيها احسن من الفراغ اللي انت جالس فيه واذيت الناس وضيقت صدر امك وابوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنه ما وظفتني وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ انا عامر. داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو انه خالك تفضل استريح لو سمحت. ابشري الحين استريح. لو سمحت يا الاخ، وين رايح؟ تعال. ها تحدوك، جاي بوتاتشينو مدرب باريس. والله ما انت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصة لميسي يا اخي. ترى افت انجليزي اذا تبي تتاجني بشيء ولاش. I am sorry, this is my nephew. Is this the guy who tortured the dog? You're right, it definitely is. This contract is canceled. Why? We can't do business with somebody associated with him. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا crazy. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا crazy. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش في؟ ها؟ وين رايحين؟ إحنا بضرب ياسك، مهبول أنت، خبل. أتدري إنك خربت علي صفقة؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفة اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفة، ولا عاد تجي للشركة هنا حش رجولك حش. يلا تقلع. ايش دعوة يا خال؟ يفرقنا بوتاتشينيو وباريس سان جيرمان. يا ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال، قوم عليك، لا تتعدن على شيء، انقلع. ابطلع، بس تكفى يا خال، المرة الجاية جيب زيدان، تراني احبه. يا ابن الحلال تقلع، لا قوم عليك الحين. ابشر ابشر ابشر. Let's go.